آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع عشر، الباب الثاني من الكتاب التاسع عشر، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، أي طلاق الثلاث في دفعة واحدة، وحكمه عند الشافعية أنه جائز مع الكراهة، لأن الطلاق عموما ولو لأول مرة مكروه عند الشافعية أصله هكذا كما قلنا بالأمس. يبقى إذا طلق ثلاث تطليقات في مجلس واحد عند الشافعية جائز ولكن مع الكراهة، وعند المالكية والأحناف بدعة. فإن طلق ثلاثا في مجلس واحد هل يقع أم لا؟ ثلاث مذاهب، يقع ثلاثا أم لا يقع ثلاثا، هي ثلاث مذاهب عند المسلمين. مذهب الجمهور وهي المذاهب الأربعة المشهورة والذي عليه الفتوى في معظم بلاد المسلمين أنه يقع ثلاثا وتبين منه. قال لامرأته في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا، وقع ثلاثا، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكررها هكذا في مجلس واحد تقع ثلاثا، ده عند الجمهور. أما عند طاووس وبعض أهل الظاهر يقع واحدة، ودخل في أهل الظاهر ابن تيمية ومن وافقه، يقع واحدة. وعند مقاتل وكذا عند ابن أرطاة الحجاج ابن أرطاة، ورواية عن محمد بن إسحاق أنه لا يقع شيء، كأنه ما قالش حاجة له. والمذهبان الأخيران أدلتهم ضعيفة، وأضعفهم هو المذهب الأخير الذي قال لا يقع في شيء، استدل بحديث ركانة المذهب الأخير أن ركانة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد طلق ثلاثا فلم يحسبها له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أولا ضعيف، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركانة طلق ثلاثا سأله النبي الله لم ترد إلا واحدة؟ قال الله لم أرد إلا واحدة، فحكم له بواحدة. يبقى حديث ركانة يكون دليل على من؟ على المذهب الأول، على المذهب الثاني الذي قال تحسب واحدة إن كان نيته التأكيد، إن كان نيته التأكيد تحسب واحدة. أما إنها لا تحسب مطلقا فده مذهب مهجور، والراجح لكون النبي حلفه الله لم تريد إلا واحدة، أي أنه لو كان يريد الثلاث لوقعت الثلاث، وإلا لما كان هناك سببا لتحليف النبي له. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 46 بعد 700 و3000
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني إيه بقى كلام سيدنا عبد الله بن عباس ده؟ أن الطلاق ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يتحسب واحدة، وده دليل المذهب الثاني اللي قال إنه يتحسب واحدة. خدوا حديث سيدنا عبد الله بن عباس هذا على ظاهره. طب والجمهور فهم الحديث ازاي؟ الجمهور اللي هم قالوا يقع ثلاثة، قالوا ان سيدنا عبد الله بن عباس كان يقصد ان تكرار كلمة الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات، انت طالق انت طالق انت طالق، هكذا يكررها في مجلس واحد في عهد النبي، كان يفهم منها التأكيد على واحد ولا يفهم منها الاستئناف، وكان هذا عادة الناس في هذا العصر، كانوا يقصدوا التأكيد ولا يقصدوا استئناف حكم جديد، مش انه لا انت طالق ثلاثا، لا ده يكرر لفظ الطلاق ثلاثا، يكرر لفظ الطلاق ثلاثا. فهمت الجمهور فهمها ازاي؟ يبقى الجمهور فهمها لو كرر لفظ الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد وقال انت طالق انت طالق انت طالق هكذا، هل يريد التأكيد ام استئناف حكم جديد في كل مرة؟ إن قلنا يريد التأكيد يبقى واحد، وإن قلنا في كل مرة يريد استئناف حكم جديد يبقى طلقت ثلاث مرات. ولم يتناول الحديث أن قوله أنت طالق ثلاثا هكذا بكلمة ثلاث، فهمت؟ وبالتالي هذا الحديث. طب وسيدنا عمر بقى ليه غير وقال لا مش هناخده على التأكيد ده، احنا هناخده على استئناف حكم ونمضيه، لأن تغير عرف الناس في خلافة سيدنا عمر، تغير عرف الناس، كانوا يكرروا ويقصدوا استئناف حكم جديد، فأخذهم على تغير العرف، مش غير الحكم سيدنا عمر، حكمه هو هو، العرف اللي تغير. عادة الناس أيام النبي وفي خلافة سيدنا أبي بكر وعمر، في جزء من خلافة سيدنا عمر، كانوا أما يقولوا أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصدوا التأكيد، هذا العرف المستعمل، فحسبها واحدة. لما تغير عرف الناس في خلافة سيدنا عمر وقال تكرار هذا اللفظ يقصد به أن تبين منه بالكلية ويقصد به التعديد وليس التأكيد، فأمضاه سيدنا عمر على نيتهم لتغير العرف. يبقى سيدنا عمر ما غيرش الحكم، ده غير الحكم لتغير العرف، واضح؟ وهذه الطريقة في فهم الحديث تجعل مذهب الجمهور هو الراجح. فهمت المسألة؟ لكن ايه، ابن تيمية واهل الظاهر وطاووس خد الحديث على ظاهره واعتبروا ان سيدنا عمر هو اللي خالف وانه نسخ الحكم، وسيدنا عمر لا ينسخ، اللي بينسخ ده الشارع، سيدنا عمر لا ينسخ، اللي بيشرع الاحكام ايه؟ الله على لسان نبيه، بس سيدنا عمر مش هينسخ حكم وقع، فهمت؟ فهم اعتقدوا ان سيدنا عمر نسخ الحكم، سيدنا عمر لا ينسخ، واضح؟ ولا اي انسان ينسخ حكم، اللي ينسخ بس هو ايه؟ القرآن والسنة، اللي هو الشارع اللي ينسخ. وعنه به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا ابن جريج حا قال وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس: اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاث مرات متكررة يعني تكرار يعني، وابي بكر وثلاثا من امارة عمر ثلاث سنين يعني من عمر. فقال ابن عباس: نعم. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان بن حرب عن حمار بن زيد عن ايوب السختياني عن ابراهيم بن ميسره
عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك، يعني هات من إيه، من أحكام، من الأحكام الغريبة التي تعلمها. هناتك يعني من عندياتك أو من غرائب الأحكام أو من نوادر الأحكام التي تعرفها. هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. يبقى حديث سيدنا عبد الله بن عباس ده لو قرأته بدون فهم الجمهور مشكل، يعمل لك إشكال في ذهنك، فلابد أنك أنت تقرأه وتفهمه على فهم الجمهور، وإلا هيعمل لك إشكال. حديث سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح مسلم وحديث صحيح، لكن يحتاج إلى فهم، ولو قرأته على ظاهره أثار شبهة في ذهنك أن الجمهور أن سيدنا عمر غير الأحكام، والحقيقة أن سيدنا عمر لم يغير الأحكام. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وهي مسألة، لو قال لامرأته أنت علي حرام نعملي، لو قال لامرأتي أنت علي حرام بهذا اللفظ نعملي أيها الفقيه، جاءك رجل وسألك أنه قال على زوجتي أنت علي حرام، ما الحكم؟ الشافعية قالوا يسأل على نيته، إن قصد طلاقا وقع طلاق، وإن قصد ظهارا وقع ظهار، وإن قصد تحريما أو لم يقصد شيء وقع يمين وعليه كفارة يمين. ده مذهب الشافعي. يبقى نرجع لقصد الرجل، نسأله قصدك ايه؟ قال لك انا ما كانش قصدي حاجة، كنت غضبان بس، وإن لم يقصد شيء وجهان، والراجح انه عليه كفارة يمين، والوجه الثاني انه لغو لا شيء عليه، ونقول له ما تعملش كده تاني. فهمت المسألة؟ ده مذهب الشافعي. لكن الحقيقة ان المسألة دي بقى فيها 16 مذهب، مش مذهب ولا اتنين، 16 مذهب. يعني قوله انت علي حرام ايه مذاهب المسلمين فيها؟ حوالي 16 مذهب. يعني بعضهم قال انها تبين منه بينونة كبرى كمان، كأنه طلقها ثلاثا خلاص ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وبعضهم قال يتكون هذا في المدخول في غير المدخول بها، تبين منه بالكلية، أما المدخول بها فلا تحرم، فلا تطلق تطلق منه إلا واحدة، تحسب واحدة في المدخول بها وتبين منه بالكلية في غير المدخول بها، يعني المعقود عليها دون المدخول بها. مذاهب كثيرة، 16 مذهب، تعملها بحث وأدلة كل مذهب وتعملها بحث بقى. لكن الشافعية والمعمول عليه في دار الإفتاء الآن أن الطلاق ثلاثا في مسجد لسن واحد يحسب واحدة، في دار الإفتاء المصرية الآن خدت بالمذهب الثاني وهو الضعيف من حيث الدلالة. ليه؟ لأن كثر العمل بالطلاق، فعلشان حتى لا تطلق الناس، فدار الإفتاء المصرية جعلت الطلاق ثلاثا في مجلس واحد طلقة واحدة وأفتت بذلك، وقوله أنت علي حرام جعلته كفرة يمين، وما تسألوش على نيته، تقول له كفر يمين، يعني كفر يمين يعني يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين، وإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة يبقى يصوم 3 أيام. والرجالة المفروض تبطل جهل وما يقولوش كلام ملوش معنى، فهمت؟ علشان ما يحتاجوش، ما يحيروش الفقهاء معاهم، ويحتاج دار إفتاء. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. يبقى شوف الشافعي عشان كده قال لك النية نسأل فيها اهو، نسأل في النية، اللي يقول أنت علي حرام نسأله نيتك إيه يا ابني؟ قصدك إيه؟ فهم تسأل أدي معنى نيتك. قال أنا ما كانش قصدي حاجة، نقول له طب كفارة يمين. قال أنا قصدي يمين، نقول له كفارة يمين برضه. أنا قصدي طلاق، نقول خلاص طلقت وتبقى طلقة واحدة.
طيب قال انا قصدي ظهار، قال خلاص يبقى كفاره ظهار، تصوم شهرين متتابعين. فهمت؟ تاخذه على ايه؟ على قصده. فهمت المساله؟ ده مذهب الشافعي. وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب الي يحيى بن ابي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يقصد ايه؟ سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. لما حرم على نفسه ماريا، كويس. وايضا قيل لما حرم على نفسه العسل لما حياتي في السبب، يبقى كفرت يمين. عشان كده قال لهم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وفي قراءة اسوة بكسر الهمزة، اسوة حسنة. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن ابي كثير ان يعلى بن حكيم اخبره ان سعيد بن جبير اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس ما يسألش على نيته، قال لزوجته انت عليها حرام، يقول له كفر يمين خلاص، وده اللي عاملاه دلوقتي دار الافتاء، ما بتسألش على النية. يروح لدار الافتاء المصرية يقول له انا قلت لمراتي انت تحرمي علي او انت علي حرام، اعمل ايه يا مفتي؟ يروح المفتي المصري يقول له ايه؟ يقول له روح كفر يمين يا ابني، اطعم 10 مساكين وما تعملش كده تاني وبطل جهل. وبعدين ايه؟ هزقه شوية عشان هو انسان مهزق، يستاهل انه يعمل في نفسه كده، لازم يهزقه شوية من باب التعزير. وبعدين في الاخر يكفر يمين. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع عبيد بن عمير يخبر انه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطأت انا وحفصة، يعني اتفقوا هما الاثنين، تواطأت يعني ايه؟ اتفقنا سرا ان ايتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير. اكلت مغافير؟ هم غاروا من ستنا زينب بنت جحش انها كل ما النبي يمر عليها تكون عامله له عصير كده جميل، يروح النبي يشرب. فايه غاروا؟ لحسن النبي يمل زينب بقى عليهم، وهم ضرائر. فستنا عائشه ايه قالت لحفصه لما يخرج سيدنا رسول الله من عند زينب ويكون شرب عندها العصير اللي بتدهوله، قولي له انت رائحه فمك رائحه مغافير، انت اكلت مغافير؟ ومغافير ده نوع من شجر يطلع منه صمغ حلو له رائحه كريمه، فلو وقف عليه النحل يقوم العسل يطلع طعمه حلو ورائحته كريمه. والنبي كان لا يحب ان يخرج منه رائحه كريمه لانه كان يخاطب الملائكه. فاتفقت مع حفصه، قالت لها لو مر عليكي سيدنا رسول الله قولي له ايه ده؟ رائحه مغافير، ايه ده؟ انت اكلت مغافير؟ وهو لو جالي هقول له كده برضه علشان ما يشربش عند زينب حاجه بعد كده صلى الله عليه وسلم. ايه نظام ايه؟ غيره الضرائر اللي بتحصل يعني عادي. فلتقل اني اجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. النبي لما عرف أن رائحته كريهة إيه؟ قال لن أعود له. فنزل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله علي عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا بالمثنى كده يعني عائشة وحفص، لعائشة وحفص. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، بيحب الحاجة اللي إيه طعمها حلو، لأن الحلو يحب الحلو العادة كده، فالنبي من أجمل الخلق، فكان النبي يحب الحلواء والعسل. وده السر في الاحتفال بالمولد النبوي، بنعمل حلاوة المولد ما بنعملش ترشي المولد مثلا، لا نعمل حاجة حلوة الناس تأكل حاجة حلوة. إنما العيال الوهابية يقولك إيه حلاوة الأصنام، أصنام المولد يسموها كده، جهلة ما عندهمش أي يعني حس جمالي. فالنبي بيحب حاجة حلوة، خلاص يبقى أما نحتفل بمولده ونعمل حاجة حلوة، عشان حتى العيال لما تيجي تاكل حاجة حلوة كده الأطفال يقول لك الله جميلة قوي يا بابا، نقول له دي حلاوة المولد، يقوم يحب المولد النبي هو من صغره يتربى على هذا، فشيء عجيب يعني. ولا عايزيننا نوزع ترشي يعني، شيء عجيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، يعني يمر على نسائه كده إيه يسأل أخبارهم إيه بعد صلاة العصر، فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت له امرأة من قومها عكة من عسل. حتى احتبس عند حفصة دي وهم من الراوي، هو عند زين عكة، العكة اللي قربة صغيرة تتخذ وعاء للسمن أو العسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، هي لحفصة. فهمت ازاي؟ يعني حصل ايه؟ يعني الراوي نفسه حصل وهم في اسماء امهات المؤمنين، فحط اسم مكان اسم وكده، لكن نفس القصة صحيحة، لكن الوهم في ايه؟ في نسبة الاسماء بس. فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ المغافير ده جمع مغفور، جمع مغفور، مغافير جمع مغفور، وبيبقى عبارة عن سمغ حلو بيخرج من شجر اسمه العرفط، شجر اسمه العرفط. فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا. فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد علي أن يوجد منه الريح، يعني الرائحة الكريهة، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، هي زينب. فقولي له جرست نحلة العرفط، جرست نحلة نحله العرفط، جرست يعني أكلت، استنشقت، جرست نحله يعني نحل العسل، العرفط اللي هو الشجر اللي بيطلع منه الصمغ بتاع المغافير ده، جرست أكلت نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. ستنا سودة كانت إيه بتعمل حساب ستنا عائشة شوية، عشان النبي بيحب ستنا عائشة بيميل ليها شوية، فبتقول له لو كنت هقول له كده خوفا منك أنت، فرقا منك يعني إيه خوفا من ستنا عائشة دي. ها ما هي هو حصل خلاف يعني، لكن هي طبعا حفصة.
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي، حرمناه يعني من ايه؟ من هذه الشربة يعني. قال ابو اسحاق: ابراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا ابو سامة بهذا سواء، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحوه. وعرفنا احنا ان ايه، ان الحديث اللي فات ده في وهم في ايه، في تحديد الاسماء، ومعلوم ان الشراب كان عند زينب، وان الاتفاق كان بين سيدتنا عائشة وبين حفصة. باب بيان ان تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية. ده نخليه غدا لانه ده باب طويل ان شاء الله، نقرأه غدا في مجلس واحد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.